الحمد لله الذي دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، الحمد لله الذي عرفنا بالدوحة التي أنارت وجود القرآن تفسيرا وتبيانا ذوي الحجى أولي النهى. أقدم وافر الحمد مقرونا بجميل الثناء إلى داح الأرض وبار السماء على جميع الألطاف والنعماء، مقدما أروع التحيات وناثرا أجمل الصلوات إلى سيدي وسيد البريات، إلى المتسيد في القلوب وحبيب علام الغيوب شفيعا للذنوب أبي الزهراء المصطفى محمد. الحضور الأكارم، السادة الأفاضل، أحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت شعار منهاج الأئمة عليهم السلام في ترسيخ المنهاج للأمة والفرد، انطلقت فعاليات أسبوع الإمامة، وها نحن وإياكم على متن المؤتمر الأول لأمير المؤمنين عليه السلام. كلام الله ليس له مثيل، فظاهره وباطنه جميل، فطوبى للذي بالذكر يحيا ويبرأ في مرافئه العليل. نستقبل وإياكم قارئ العتبة العباسية المقدسة من معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف، القارئ الشيخ مهدي قلندر البياتي. استقبلوه بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من رسالته والله يعصمك من الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد موفور الشكر والامتنان للشيخ مهدي قلندر البياتي على هذه التلاوة العطرة المباركة. قبل كل البدايات ما أجمل أن نقرن هذا الاستماع بقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء السعداء والعلماء الماضين وقوفا يليها نشيد لحن الإبا.
يا فارس الليالي تذل المنايا ولا تشتكي أبا الفضل يا فارس الليالي تذل المنايا ولا تشتكي فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء فأنت الحسام وأنت اللواء وأنت الثبات وأنت الإباء وقد كنت جيش الفداء للحسين وقد كنت جيش الفداء للحسين. أحسنتم وطيب الله لكم الأنفاس. إلهي إلهي بكفي وعين القمر تعجل يا رب للمنتظر سليل نبيك خير البشر له شوقنا كان منذ الصغر. الكلمة الآن كلمة رئيس اللجنة العلمية والتحضيرية يلقيها الأستاذ الدكتور نورس الدهان رئيس جامعة الكفيل. استقبلوه بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جناب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة دام توفيقكم، السيد ممثل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية المحترم، أصحاب السماحة والفضيلة والمشايخ الأفاضل جميعا دام توفيقكم، السادة أعضاء مجلس الإدارة في العتبة العباسية المقدسة المحترمين، السيد رئيس هيئة التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة المحترم، السيد رئيس جامعة العميد المحترم، السيد مدير مكتب المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة المحترم، السادة المساعدون، السادة العمداء المحترمون، السادة رؤساء الأقسام في العتبة العباسية المقدسة المحترمين، السيد رئيس جمعية العميد العلمية والفكرية وأعضائها المحترمين، السادة الباحثون والمشاركون والحاضرون في هذا المؤتمر المحترمون، الضيوف الأكارم مع حفظ الألقاب والمقامات والعناوين، أسرة جامعة الكفيل الأفاضل، وعذرا لمن فاتني الترحيب به، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من أرض الغري ومن جوار المثوى الطاهر لأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وفي رحاب جامعة الكفيل المستظلة بظلال سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام وبأجمل عبارات الود نرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أيها الحضور الكريم، إذ ينطلق مؤتمر الإمام علي عليه السلام بنسخته الثانية وبعنوان منهاج الإمام علي عليه السلام في تربية الفرد والأمة ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الثاني تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وللتبرك بكلمات سيد الأوصياء والبلغاء ذات المضامين التربوية نستذكر ما ورد في وصيته لولده الإمام الحسن عليهما السلام: وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. وقال عليه السلام: فما طاب سقيه طاب غرسه وحلت ثمرته،
وما خبث سقيه خبث غرسه وأمرت ثمرته. ومن هذه الكلمات المباركة يمكننا أن نستنتج قاعدتين تربويتين: الأولى المبادرة المبكرة للغرس الصالح في نفوس الأبناء وقبل أن يملأ الفراغ بغرس غير صالح، وهذه القاعدة لا تدع مجالا لتسويغ ترك الأبناء وشأنهم بحجة أنهم سيختارون لاحقا ما يعتقدونه من مبادئ وقيم. وأما القاعدة الثانية فهي ترجيح التأديب بالقيم التربوية والأخلاقية وتقديمه على كل عملية تعليمية أخرى، إذ الأولوية للجانب التربوي. وثمة قاعدة أخرى يؤكدها عليه السلام بقوله: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. إنه أسلوب تربوي رائع يجعل مبادرة الأبناء وغيرهم بغرس القيم الصالحة عن طريق ما صار يعرف بالإصطلاح التربوي الحديث بالتربية بالقدوة. ومن هنا يتضح جلياً مدى ارتباط المنهج التربوي العلوي بالقرآن الكريم، إذ قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه هي كلماته عليه السلام، درر علوية تؤسس وتبين المنهج التربوي السليم، فكانت مادة خصبة للباحثين المهتمين بالشأن التربوي وتأصيل قواعده بالإفادة من بحر علمه الزاخر. وفي عصر أحوج ما نكون فيه إلى سفن النجاة، إذ الأمواج المتلاطمة تعصف بالقيم التربوية والأخطار محدقة بنا وبأبنائنا. أيها الحضور الأكارم، لا يخفى على حضراتكم أيضا أثر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في مجال التربية السياسية والإدارية والقيادية، نظرا لتسنمه مقاليد الحكم، فواجه الانحراف متصديا لتقويم الإعوجاج عن سبيل الحق والرشاد، مرسخا مبادئ القيادة الصالحة. ولذلك لاحظنا أن هذه الجنبة أخذت حيزا في بحوث مؤتمر الإمام علي عليه السلام، وميزتها من سائر بحوث أسبوع الإمامة. وقد بلغ عدد البحوث المشاركة في مؤتمرنا هذا 51 بحثا من العراق وسبع دول أخرى، هي لبنان والبحرين وسوريا وإيران وباكستان وألمانيا وفرنسا. وقد قبل منها 19 بحثا. ومن هنا يسرنا أن نعبر عن شكرنا الكبير مصحوبا بأسماء آيات العرفان لكل المشاركين والباحثين، قبلت بحوثهم أم لم تقبل بحسب الموازين العلمية، مثمنين عاليا إسهامهم وداعين لهم بأن تحظى جهودهم بالقبول والمباركة عند الله سبحانه وتعالى، خدمة لنهج أمير المؤمنين عليه السلام، نهج الإسلام المحمدي الأصيل. وختاما، حري بنا ونحن نشهد هذا المحفل العلمي المبارك أن نتوجه ببالغ الشكر والعرفان لسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد الصافي دام عزه، لحرصه وإيمانه بأهمية تنشيط الحركة العلمية التربوية المستنيرة بأنوار الهداية من أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام، فجزاه الله تعالى عن العلم وأهله والمشتغلين به وعن الناشئة من أبنائنا الطلبة خير جزاء المحسنين. والشكر موصول لجناب الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة وللسادة أعضاء مجلس الإدارة وللأخوة رؤساء الأقسام فيها لرعايتهم الكريمة ودعمهم الكبير في إقامة مؤتمرات أسبوع الإمامة الدولي وسائر فعالياته.
فجزاهم الله تعالى خير الجزاء. والشكر موصول أيضا لكل اللجان التحضيرية والعلمية التي لم تدخر جهدا لإنجاز مهامها، ولكل الجهات الساندة التي تآزرت وعملت بشكل دؤوب ومتواصل حتى تضافرت الجهود لجعل هذا الملتقى العلمي حدثا متميزا ومثمرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم نعمة التوفيق، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الدكتور نورس الدهان على هذه الكلمة. ونحن بهذا الجوار، جوار أمير المؤمنين عليه السلام، هذه يد ثقل الإمامة ثقلها، وبغير كف المصطفى لا تعتلي. ولذاك حين أراد طه رفعها يوم الغدير دعا ونادى يا علي صلوا على محمد وآل محمد. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور علي إسماعيل، ممثل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة جابر بن حيان الطبية. استقبلوه بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سماحة المتولي الشرعي العتبة العباسية المقدسة، سماحة أمين العام العتبة العباسية المقدسة، الدكتور الفاضل نورس الدهان رئيس جامعة الكفيل المحترم، السادة المشايخ أصحاب الفضيلة والسيادة المحترمون، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب صباحكم بكل خير وعافية. يشرفني ويسرني أن أكون معكم ممثلا لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي المحترم في هذه الفعالية العلمية الهامة والمؤتمر العلمي الدولي، مؤتمر الإمام علي عليه السلام الدولي الثاني، الذي تقيمه جامعة الكفيل بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة تحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان. بداية أود أن أنقل لكم تحيات معالي الوزير وتمنياته الخالصة بنجاح هذا المؤتمر، وتقديره العالي للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها جامعة الكفيل والعتبة العباسية المقدسة في تحضير والقيام بهذا المؤتمر الهام الذي يسهم في تعزيز المعرفة وإثرائها. إن شعار هذا المؤتمر، وهو النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، يؤشر بصورة واضحة على العلاقة الوثيقة بين النبوة بين دور النبوة متمثلا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله، ودور الإمامة متمثلا بأمير المؤمنين وسيد المتقين الإمام علي عليه السلام وأولاده الأئمة المعصومين عليهم السلام. في نشر الرسالة الإلهية وتحقيق العدالة الاجتماعية، إن بحثنا وفهمنا لهذه العلاقة يعزز إدراكنا لمفهوم القيادة الرشيدة التي تبتنى على ثنائية العلم والأخلاق، خصوصا في وقتنا الحالي الذي نشهد فيه حربا ناعمة تستهدف هويتنا الثقافية الجامعة، وتستهدف قيمنا ومثلنا ومبادئنا. لذا فنحن كمؤسسات علمية وجامعات نفتخر بأن نكون جزءا من هذا المؤتمر، لأننا ندرك جيدا أهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الدينية، لما لذلك من أثر كبير ومهم
في تعزيز فهمنا وإدراكنا لمفاهيم ديننا الإسلامي الحنيف وموروثنا الإسلامي الثري. ختاما أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العميق إلى جامعة الكفيل وإلى العتبة العباسية المقدسة لتنظيم هذا المؤتمر. الشكر الجزيل والامتنان العميق موصول أيضا إلى جميع الحضور الكريم، وأنا واثق أن مساهماتكم العلمية ومشاركاتكم وأفكاركم سيكون لها الدور الكبير في إنجاح هذه الفعالية العلمية. سائلنا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل على نشر العلم والمعرفة وتحقيق الازدهار والعدالة لأمتنا ومجتمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والتقدير والامتنان للأستاذ الدكتور علي إسماعيل على هذه الكلمة. هذا علي والغدير يشهد بأنه المولى الإمام الأوحد. قد أمر النبي بالتبليغ ممهدا بوعده البليغ. إن الغدير أمره قد اشتهر، روته أرباب الحديث والسير. راجع كتابا للأمين كي ترى إن الحديث جاوز التواتر. الآن نبدأ بالجلسة الافتتاحية، نستقبل وإياكم الشيخ الأستاذ الدكتور وليد فرج الله الأسدي، وكذلك مقرر الجلسة الأستاذ المساعد الدكتور أياد صاحب حمادي. استقبلوهما بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وأكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة في يوم الغدير ورضي لنا الإسلام دينا، وأفضل الصلاة وأتم التسليم والسلام على سيد الأنام إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى، المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين أساس الدين وعماد اليقين، أصحاب السماحة العلماء الأعلام، الأساتذة الفضلاء الأجلاء، الحضور الكرام جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات والمراتب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا الصباح الجميل ونحن في جوار سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نتفيأ في ظل الولاية ونرتوي من غدير الهداية، تنعشنا نسمات عبير الإمامة. أهنئكم جميعا بداية بحلول عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، أعاده الله عليكم وعلينا بالتمسك بولاية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وبالأئمة الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وثانيا
يطيب الكلام في فيوضات إرث الإمامة ببحوث علمية معرفية، فعلى بركة الله تعالى أختصر القول لنبدأ في جلستنا البحثية الأولى الافتتاحية، ولكننا نقتسم الوقت، فعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الجلسة العلمية البحثية ببحث علمي لغوي بالبحث الموسوم فضاءات التربية الأدبية والثقافية من تآلف الأضداد اللغوية، دراسة دلالية من تركيب لو قد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام لأخينا العزيز الباحث الكريم الأستاذ الدكتور علي عبد الفتاح الشيخ فرهود، فأدعوه لإلقاء ملخص بحثه في 20 دقيقة فقط. نستقبله جميعا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور علي عبد الفتاح الحسناوي حقيقة مليئة بالإنجازات الأدبية والفكرية والعلمية، سأحاول إيجازها قدر الإمكان. دكتور علي عبد الفتاح الحسناوي حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد عام 2007، كما أنه تدريسي في جامعة بابل من عام 2002. تسنم خلال وجوده في جامعة بابل العديد من المناصب، سأذكر أبرزها: في عام من عام 2013 إلى 2017 عميد لكلية العلوم الإسلامية، كذلك هو من عام 2021 عميد لكلية التربية الأساسية، ولا زال لحد الآن يدير عمادة الكلية. كلف عام 2022 بعمادة كلية التربية للعلوم الإنسانية إضافة إلى مهام عملي. في عام 2013 لعام 2017 انتخب كعضوا ممثلا لمجلس محافظة كربلاء ورئيس لجنة التربية والتعليم العالي دكتور علي عبد الفتاح الحسناوي، رئيسا وعضوا في العديد من اللجان الوزارية، كما أنه عضوا ورئيسا ومشرفا على العديد من بحوث الماجستير والدكتوراه، وله 5 مؤلفات، بالإضافة إلى أنه كونه ضيفا في العديد من القنوات الفضائية في برامج فكرية وأدبية في قناة كربلاء وقناة الأنوار وغيرها من القنوات. أدعوها أن يتفضل مشكورا بإلقاء بحثه الموسوم فضاءات التربية الأدبية والثقافية من تآلف الأضداد اللغوية، دراسة دلالية من تركيب لو قد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. شكري وامتناني لكم أيها الأفاضل. ماذا عساي أن أقول ونحن في رحاب الله وفي رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ماذا عساي أن أقول وأنا أشرف خادما لكم بحديث عله يطيب لكم؟ الحاضرون الأكارم، واسمحوا لي أن أصوب، لا تقولوا الحضور، فالحضور مصدر، إنما هم الحاضرون. طبتم وطاب صباحكم، لغتي عربيتي، قرآني أعلاها، كلمتي هويتي، الأحمد أرساها، هويتي عربيتي وإمامي
أبهاها، وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من فيوض أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقبل أن أدخل إلى إيجاز واف لا يخل في الوقت في موجز البحث، أدعوكم إلى التأمل في إضاءتين من رحاب أمير المؤمنين. أما الأولى فهي باء الكفاية، وكفى به، لم ترد في القرآن الكريم قط إلا والكفاية بالله تعالى وحده، وكفى بالله عليما، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله وكيلا. ووردت في موضع واحد، وقد امتخر أمير المؤمنين علي عليه السلام ليكون صنوا للكفاية بالله تعالى فيما لم يشركه فيه أحد قط في ختام سورة الرعد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل وقل أينما وردت في القرآن واللغة فإنما يراد بها الإسراع. قل كفى، اردع، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. والكفاية بالله قد سبقت في القرآن كله أنها تقف عند رحاب الذات الإلهية وكفى. أما هنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه الإضاءة الأولى. الإضاءة الأخرى كلنا نمر عليها، فلنطرق بابها من قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لنتدبر، لنتأمل، لا تقف عند حدود مفسر. وما يقوله القائل ليس القول الفصل، إنما هي قراءة علها تكون نافعة. اليوم أكملت لكم دينكم، أكمل، وأتممت عليكم نعمتي، أتمم، ورضيت لكم الإسلام دينا، الرضا، رضي. من اليسير أن يذهب المفسر أن يقول الإتمام هو الإكمال، والإكمال هو الإتمام، وكفى. لو طالعنا كمال في القرآن الكريم لوجدناه يدل بتقلباته على ما هو معدود، حولين كاملين، ولتكملوا العدة تلك عشرة كاملة. أينما يرد كمل اكتمل كامل إنما يكون دلالة على عدد. فكان الدين شاغرا وتم بعدد، والعدد لم يأتي من بنات فكر شخصي، إنما جاء بأمر إلهي: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تضع هذا العدد في محله لم يكن للرسالة ذكر. من هذا الإكمال بالعدد لهذا الشاغر تحقق الإتمام، والإتمام هو الملء بالكمال، والإتمام لما هو حدث ومعنى ليس بعدد قط، كما أن الإكمال ليس لحدث أو معنى قط. وأتم الصيام، الصيام حدث شاهد واحد وكفى. بهذا تحقق الرضا بالإسلام. فأي رفعة نرجو أبهى من هذه الرفعة؟
أن يكون المستكفى به شهيدا على الرسالة أمير المؤمنين عليا عليه السلام، وأن يكون الكمال للدين بعلي عليه السلام. فلا رضا بالإسلام ولا تمام للنعمة إلا بكمال هذا العدد، والله أعلم. فضاءات التربية الأدبية والثقافية من تآلف الأضداد اللغوية لو قد في كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام، سبع دقائق هي ما تبقى. في العام 2000 و2001 شرعت أكتب رسالتي في جامعة بابل في نهج البلاغة، وهي من أوائل الرسائل التي تكتب في رحاب نهج البلاغة في ذاك الصراع الفكري القاهر، وتمت وبانمياز. وكان منها ما جزعت وفشلت أول الأمر في فهمه، فقد أطبق النحويون على أن فعل الشرط لا يسبق بقد مطلقا، لأن قد حرف يفيد التحقيق، ولو حرف يفيد التعليق، لو يدل على الامتناع، وقد يدل على الوقوع. فكيف استعمل الإمام علي عليه السلام لو قد؟ كيف أفهمها؟ من شروط الشرط وجملة الشرط في العربية ألا يقترن فعل الشرط بقد، وهذه القراءة قراءة نحوية لغوية ناقصة، لأن رواد التوثيق اللغوي لم يطلعوا على فكر الأئمة عليهم السلام ولم يوثقوا عنه، بل هرعوا إلى رحاب الشعر العربي، ولا عيب، ولكن ترك هذا الثراء كان هو العيب. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ولو قد استوت قدماي من هذه المداحض لغيرت أشياء. والله لو قد عاينتم ما قد عاين من مات قبلكم لجزعتم وفشلتم ووهلتم. والله لو قد حم لي لقاؤه. لآخذ حديثا واحدا منها كي لا أطيل ولا أخذ وقتا آخر ليس لي. لو جئتني أكرمتك، فالإكرام لا يقع إلا بوقوع المجيء. لو قد جئتني لا تصح. لما؟ لأن لو فيه نفي ويدل على عدم تحقق ما بعده، وقد يتحقق. لو قد استوت قدماي يؤدبنا أمير المؤمنين علي عليه السلام وقد أدب قومه آنذاك بأنه قادر على أن يصحح المسارات الخاطئة، وعلى أنه يمتلك زمام هذا التصويب والتصحيح، لكن مانعا من أمر الناس قد منعه. يتجلى هذا المنع بلو، لأنها تعني النفي الضمنية، وهو يوثق أنه قادر على هذا التحقيق بقد. فهذان الضدان وإن تعارضا قد تشابكا في هذه المقولة. واستواء القدمين يعني ثبات صاحبهما واستقامته وقوته على إجراء ما يريد. استواء القدمين بلا اعوجاج، بلا انحياز، بلا عدول، أي أنه صاحب القرار وصاحب التأثير وصاحب التقويم وصاحب التصويب. من هذه المداحض أي أنه كان يري الأمة
أنك في ضلال وفي مزالقة وفي انحدار، ولكنه قال المداحض ليشير إلى أنه قادر على أنه يستطيع أن يدحضها وأن يرفضها وأن يزيحها. وهذا كله قد آتت بفضاءاته قد، فإن تربيتم على عصيان بانزياح نحو ظالم أو قول ظالم فهلم إلي بيدي أن أستوي وأن تستووا معي. التحقيق والقدرة والمكنة على هذا الاستواء واضحة ممكنة لي فهلم إلي. هذا التحقيق وهذا التوثيق كله قد عطلته لو، فصرح إمامنا بأن الأمر بيده لكنه محجوب عنه، وبأن الأمر متمكن منه لكن الامتناع حاضر معه. لو منعتني قد مكنتني، لو من الحاكم والنفس الجائرة قد من الله. أكتفي بهذا وأستغفر الله لي ولكم، ولو طاب الحديث بالوقت لاتسع المقال، ولكننا نقرأ الالتزام بالوقت أمر لا بد منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت وتفضلت وأجدت، طيب الله أنفاسك، تفضلت بهذه الدرر، وشكرا جزيلا على ما تفضلت. سادتي الكرام، أود أن أنوه إلى أن التعقيبات، أي تعقيب سيكون إن شاء الله بعد البحث الثاني، ومدة التعقيب لعشر دقائق فقط. مقاربة تحليلية لمقولة أولادكم مخلوقون لزمان غير زمانكم، بحث علمي تربوي لأخينا الشيخ الأستاذ المساعد الدكتور حسام علي حسن، فليتفضل مشكورا بإلقاء ملخص بحثه بعشرين دقيقة فقط، في عشرين دقيقة فقط. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فضل الشريك، الشريك رجان، فضل الشريك. الشيخ الأستاذ المساعد الدكتور حسام علي حسن العبيدي تشرف بالانضمام إلى الدرس الحوزوي في حوزة النجف منذ عام 1415 هجرية، وتدرج فيها إلى أن حضر البحث الخارجي في الفقه والأصول، كما نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة من كلية الآداب جامعة الكوفة عام 2014، وبذلك جمع بين الدراسة الحوزوية والدراسة الأكاديمية. تدريسي في جامعة الكفيل شغل العديد من المناصب الإدارية، أبرزها رئيس لقسم الشريعة منذ عام 2016 إلى 2022، وهو حاليا يشغل قسم الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي في جامعة الكفيل، وله العديد من البحوث المنشورة في مجال الأخلاق والعقائد. فليتفضل مشكورا بإلقاء ملخص بحثه مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى على محمد ومحمد. شكرا لك جناب الدكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الحاضرون الأكارم. مع حفظ الألقاب والمقامات جميعا، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أستهل حديثي بحكاية، أو بالأحرى مقطع من حكاية. منذ سنوات ليست بالقليلة تشرفت بزيارة سماحة المرجع الأعلى دام ظله الشريف في مكتبه، وحضر آنذاك أخوان لهم استفسار، سؤال يسألان. نحن مجموعة أخوة ونعمل في الزراعة، لنا
من الأراضي الزراعية ما شاء الله، ولنا من سيارات النقل للمحاصيل الزراعية، لكن عملنا ومجهودنا واحد، لا يرتضي الوالد أن نتقاسم الوارد. لا يعلم أي واحد منا كم له من الأموال، كلنا نأكل في قدر واحد، في قصعة واحدة، فما تكلفنا؟ كيف نخمس أموالنا؟ سؤال لطيف، سأكتفي من الحكاية بهذا المقدار فقط، فقط أكتفي بهذا المقدار، والقول الآن لي، أرجو الالتفات، المتحدث الآن أنا، ليس أحدا من المكتب أو سماحة السيد بنفسه، فقط أكتفي من هذا المقطع. ماذا يفيد هذا المقطع من الحكاية؟ أن والد الأخوة يقصرهم، يجبرهم على تقليد وعرف معين، فيمكن ألا يمكن أن نجابه هذا الوالد بهذه المقولة؟ لا تقصروا، فأصل المقولة حقيقة وتمام المقولة هو كالآتي: أصل المقولة بتمامها هو لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. يمكن الحكاية أو المقطع من الحكاية الذي قدمت يكون مصداقا لهذه المقولة، وهذه المقولة حقيقة مشهورة، اشتهرت بنسبتها إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. لماذا اشتهرت بهذه النسبة؟ لم تذكر في أي كتاب من كتب الأحاديث والروايات والأخبار والسير عن الأئمة عليه الصلاة والسلام، إنما ذكرها ابن أبي الحديد صاحب شرح نهج البلاغة في الجزء 20، ذكرها بعد فراغه من شرح ما أورده الشريف الرضي من كلمات وخطب أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه، قال: نحن الآن ذاكرون ما لم يذكره الرضي مما نسبه قوم إليه، فبعضه مشهور عنه وبعضه ليس بذلك المشهور، لكنه قد روي عنه وعزي إليه، وبعضه من كلام غيره من الحكماء، ولكنه كالنظير لكلامه والمضارع لحكمته، ولما كان ذلك متضمنا فنونا من الحكمة نافعة رأينا ألا نخلي هذا الكتاب عنه، لأنه كالتكملة والتتمة لكتاب نهج البلاغة. فبمناسبة ذكر صاحب الشرح المعتزلي لها، وهو يصرح يقول: ما أذكره الآن، ذكر مجموعة من الحكم، منها مشهور عنه، منها ليس بذلك المشهور، ومنها لحكماء غيره، لكنها تضارع حكمته، فصار عندنا ما يعبر عنه بالأصول علم إجمالي، ربما تكون هذه المقولة منسوبة إليه صلاة الله وسلامه عليه. وكان لابد في هذه الورقة البحثية حقيقة من الإجابة على التساؤلات الآتية: ما المصادر الأخرى غير شرح النهج للمعتزلي التي وردت فيها المقولة؟ ما ألفاظ وكلمات المقولة على وفق ما وردت في مصادرها؟ وما معانيها المحتملة؟ نسبتها إلى من تنسب على وفق ما ذكرته المصادر المختلفة؟ هل تشير المقولة إلى نسبية الأخلاق وتغيرها، وأنها ليست مطلقة وليست ثابتة؟ هذا الأهم حقيقة. وهل فعلا كما ادعى ابن أبي الحديد المعتزلي أنها تضارع حكمة الإمام علي عليه السلام؟ وأخيرا، هل يمكننا أن نستنتج منها قاعدة تربوية تنسجم مع مبادئ الإمام عليه السلام ومنهجه في التربية، أو لا أقل لا تتنافى ولا تتعارض مع منهاجه؟ حقيقة لماذا تشعرون معي، ربما لماذا طبعا أخذت مساحة واسعة هذه المقولة باشتهارها في كل مكان،
في أي مكان يتحدثون عن التربية ربما يتلقفون هذه المقولة ويسلمون ربما أحيانا بسهولة إلى نسبتها إلى أمير المؤمنين. لماذا؟ لا يخفى على الجميع نحن في عصر نشهد هوة وفجوة واسعة بين الأجيال، فيستشعر المربون حجم هذه الفجوة، فربما يجدون في هذه المقولة ملجأ يلجؤون إليه لتبرير بعض الأمور وبعض المسائل. ونحن الآن إن شاء الله في محاور يكون الكلام، المحور الأول المصادر التي وردت فيها المقولة لنتحقق من نسبتها. طبعا المصادر ذكرتها كلها، لا أقرأ المصادر، وإنما هي ستة مصادر ذكرت غير شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، ولكن الحصيلة من تتبع تلك الموارد والمصادر التي تم فيها ذكر هذه المقولة، هذه الحصيلة أنها نسبت إلى ثلاثة: سقراط فيلسوف المعروف اليوناني، أفلاطون، ونسبت أيضا إلى أمير المؤمنين على احتمال ونتيجة لعبارة ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة التي ذكرها قبل شروعه بذكر الحكم المنسوبة. إذن ثلاثة: سقراط وأفلاطون، ووردت بألفاظ أربعة للفعل المنهي عنه، هذا يهمنا. لا تقصروا، وردت بألفاظ لا تقصروا، لا تكرهوا، لا تجبروا. والألفاظ الثلاثة هذه معناها واحد. أما الرابع، هنا تكمن الرابع، وردت بلفظ رابع لا تقصروا بفتح التاء، لا وبالصاد، لا تقصروا. الأولى لا تقصروا بالسين، هاي لا تقصروا، فمعناه مختلف، وبه يكون مفاد المقولة معنى آخر غير ما لو كان المنهي عنه واحدة من الثلاثة السابقة. فمعنى لا تقصروا يأتي يعني من بمعنى الاقتصار من الحصر من الحبس، يعني لا تجعلوا أولادكم مقتصرين على آدابكم أو آثاركم، وإنما وسعوا دائرة معارفهم التربوية. فمعناها سيختلف عن لا تكرهوا لا تجبروا. طيب، وأقدم المصادر حقيقة يقول لا تقصروا، أقدم المصادر يقول لا تقصروا، لكن يليه في قضية السبق التاريخي يليه يقول لا تقصروا، فهذا مهم جدا لأن سيختلف معنى المقولة. وردت أيضا لفظتان لبيان متعلق النهي، لا تكرهوا أولادكم على ماذا، لا تجبروهم على ماذا، لا تقصروا أولادكم على ماذا. وردت آدابكم آثاركم، آدابكم، وفي بعض المصادر آثاركم، ولم ترد عبارة لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم أبدا. ولكن أيضا كثير من ناقش هذه المقولة ربما يذكر هذه اللفظة أخلاقكم، لا تكرهوا أولادكم على أخلاقكم، ويبدو أنه حكاية منه للمقولة بحسب فهمه، لأن الآداب غير الأخلاق، والآثار غير الآداب. آثار مفهوم واسع، الآداب أضيق منه دائرة، والأخلاق أضيق الجميع. فالآداب تشتمل على القيم الأخلاقية وغير القيم الأخلاقية من العادات والأعراف والتقاليد، وكذلك الآثار أوسع من الآداب. فهذا الذي يناقش ويتشبث بهذه المقولة ثم حسب فهمه يجعل العبارة أخلاقكم، لا تجبروا لا تكرهوا على أخلاقكم أبدا، لم ترد عبارة بهذا المعنى، إنما ورد آدابكم آثاركم. نعم. ومناقشة ثانيا، هذا كله في أولا، ثانيا في مناقشة مفاد المقولة في نسبية الأخلاق، هل تفيد أن الأخلاق نسبية وليس بثابتة؟ طبعا من الواضح جدا أن سقراط وأفلاطون
ليس من القائلين بنسبية الأخلاق. سقراط هو فيلسوف الأخلاق، فلسفته أخلاقية بالدرجة الأساس وبالدرجة الأولى. سقراط هو الذي نشر تعاليمه للرد على النسبيين، للرد على السوفسطائيين، فلا يمكن أن يكون هو من القائلين بنسبية الأخلاق. وكذلك تلميذه أفلاطون لا يقول بهذا، ومن الواضح جدا من المبادئ والتعاليم الإسلامية في ديننا الحنيف أيضا لا نقول بنسبية الأخلاق فيما يتعلق بالأصول الأخلاقية العامة والقيم والمبادئ الأخلاقية والخلقية العامة، لا نقول بنسبيتها. فلذلك لا يمكن أيضا أن نقول إن على احتمال أن هذه العبارة وردت لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه، فقطعا لا تعني بنسبية الأخلاق. إذا ماذا تعني؟ على هذه الألفاظ والمفردات التي بينتها بخدمتكم، إذا تعني أصلا أنه وباستحضار الحكاية أو مقطع من الحكاية الذي ذكرته، هناك أمثلة كثيرة في الواقع، أمثلة كثيرة يمكن أن تستنتج منها أن المقصود الآداب لا يقصد لا تكره أولادكم على آدابكم، ليس المقصود بالآداب تلك الأصول الأخلاقية العامة أبدا، يقصد بها الأعراف والتقاليد المتغيرة بتغير تبعا لتغير وسائل الحياة وأساليبها. تتغير هذه الوسائل، تتغير هذه الأساليب مع التطورات المتسارعة للتقدم التقني وفي كل شيء. يمكن الآداب أو يعني بمعنى الأعراف والتقاليد أن تتغير أيضا، فأنت لا تكره ولدك على أعراف وتقاليد، ليس من النافع أن تبقى كما هي. ونستحضر الحكاية التي كانت مقدمة للكلام. وإذن هذا طبعا كله إذا قبلنا بلفظ لا تقصروا، لا تكرهوا، لا تجبروا. أما إذا قلنا كما في بعض المصادر قال لا تقصروا، يعني بمعنى لا تجعلوهم مقتصرين، فقطعا الموضوع أصلا بعيد جدا عن القضية النسبية. يقول أنه اجعلوا لأولادكم هذه الآداب وزيادة، زيادة تناسب التطور، هذه الآداب المعروفة عندكم وزيادة تناسب التطور، فأطلاقا بعيدة جدا عن النسبية. ثالثا، الحكمة في هذه المقولة تضارع حكمة حكمه، تضارع حكمه عليه السلام. على الأقل إن لم تكن مضارعة حكمه عليه السلام فهي لا تتنافى، إذا كنت بهذا التفسيرين، بهذين التفسيرين، بهذين المعنيين، لا تتنافى إطلاقا مع مبادئ الدين الحنيف، وأمير المؤمنين هو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، فلا تتنافى ولا يمكن. نعم، بالأخص إذا لاحظنا الشريعة وأحكام الشريعة بمجملها كيف تجعل للولد وللطفل للشخصية بشكل لا تجعل له شخصية مستقلة منذ بدايته، تهتم باستقلال شخصيته، وهذا هو منهج أمير المؤمنين أيضا، وعدم الإكراه منهجه واضح جدا في بناء شخصية الولد، ولكن في غير الثوابت الأخلاقية والدينية، في غير الثوابت والأخلاقية تجعل له مساحة من الحرية. فإذا لا بأس، ممكن أن نقول أن هذه الحكمة لا تتنافى مع حكمة أمير المؤمنين عليه السلام. كم لي من الوقت جناب الدكتور؟ 4 دقائق. إذن نستنتج من المقولة قاعدتين تربويتين بالإمكان. القاعدة الأولى طبعا وبناء على ما تقدم من ورود اختلاف في لفظ الفعل المنهي عنه، تقصروا، والثانية تقصروا، يمكن أن نستنتج قاعدتين تربويتين. الأولى إعطاء الفرصة الكافية والحرية اللازمة للأبناء في استقلالية شخصيتهم مع الاحتفاظ بضرورات وثوابت القيم الأخلاقية والدينية. والقاعدة الثانية فهي مع ضرورة الاحتفاظ بكل القيم والآداب المتناقلة
بين الأجيال لا بد من التوسع في تربية الأبناء بتربيتهم على آداب جديدة ومعاصرة تنسجم مع التطور الحاصل في وسائل الحياة وأساليبها. وأكتفي بهذا، وشكرا لحسن إصغائكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت شيخنا الجليل، أحسن الله إليك، أفضت علينا بدرر، جزاك الله خير الجزاء. الله الله يحفظكم إن شاء الله. سادتي الكرام، أستميحكم العذر مقدما لضيق الوقت، ولكن لا بد من إضافات معرفية إثرائية نأمل أن تجود بها علينا في وقت لا يتجاوز مجموعه 10 دقائق، لأن هناك جلسة بحثية علمية أخرى ووقت أذان الظهر ليس ببعيد. فمن يتفضل علينا بإضافة إثرائية معرفية؟ الوقفة الأدبية والتدقيقات العلمية الجميلة، لكن ماذا لو جاء بعد لو نفس فعل التحقق؟ لو تحقق، هل يرى النحويون مانعا في مجيء فعل التحقق مباشرة بدون قد؟ لو تحقق مباشرة تأتي بعد لو، فهل يرى النحويون وجود مانع؟ وثانيا، في الحقيقة لم يتضح لي الوجه في معالجة التنافي بين كلام النحويين وما صدر من أمير المؤمنين من أمثلة 3 ذكرها الدكتور في كلامه. تفضل. العفو الدكتور، مايك للدكتور. دكتور علي، أستاذنا الدكتور، تفضل علينا بالإجابة. شكري وامتناني لفضيلة الشيخ عن هذا السؤال. أي فعل يقع بعد أداة الشرط يكون قابلا للتحقق وقابلا لانعدام التحقق وإن كان الفعل تحقق، وإن كان الفعل تحقق؟ فلو قلنا لو تحققت زيارتك لأكرمتك، طيب إن لم تتحقق الزيارة؟ والدليل أننا نستطيع أن نقول يا فضيلة الشيخ الموقر لم تتحقق الأهداف المرجوة من هذه الثورة، إذن عدم التحقق وارد، أما قد فبذاتها تفيد التوكيد سواء أدلت على التحقق أو دلت على التقليل أو دلت على التقريب، كلاهما وارد. السؤال الآخر، شكري وامتناني أيضا لك عن عرضه، التنافي بين ما ذكره النحويون، وأنا أنبه الحاضرين كلهم أننا نقرأ ونسمع ونكتب النحاة، وهو مصطلح خطأ إن أريد به النحويون، إن أريد به أن يشار إلى من يذهب إلى صناعة النحو. شكرا يعني عن هذا السؤال. أقول لك، لقد استقرى اللغويون من النصوص القرآنية والشعرية، وإن جاءت النصوص الشعرية هي الأولى في المنظومة النحوية العربية، وجاء القرآن متأخرا عن نظم القواعد منها، ووضع هؤلاء الأكارم القواعد من هذا المستقى اللغوي، فلم يجدوا نصا فيه لو قد، لذلك وثقوا أنه لا يجوز قتران فعل الشرط بقد، ولكنهم لم يذهبوا إلى استقراء كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام، لأنه كان معما عليهم أو كانوا ممنوعين من الولوج فيه. من اللطائف أن الرضي فقط هو من استشهد بشيء لكلام أمير المؤمنين في كافيته، أحسنت دكتور، والآخرون لا. أحسنت، فهذا التعارض أنهم استقوا القواعد بعد هذا النظم ولم يذهبوا إلى قراءة ما ورد عن الأمير عليه السلام. أحسنتم. يتفضل سماحة الشيخ الجليل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم دكتور. ما تفضلتم به من الفرق بين الإكمال والإتمام، ماذا تجيبون عن قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة
هنا لفظ الإتمام تكرر مرتين مع العدد ولم يرد لفظ الإكمال. شكرا. شكري وامتناني لك عن هذا السؤال، وقد كان في حصيلتي ما وثقته هذه الآية أيضا. الإتمام هنا لا يراد به ذكر العدد الذي ذهبت أنا إليه من أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لأننا نؤمن أن لا ترادف في النص القرآني، فقصد الله تعالى لللفظ هو القصد، ولا يوجد لفظ يحل محل لفظ آخر. التمام هنا هو حسم الأمر الإلهي بهذا العدد، لم يرد به الكمال العددي فقط، إنما أريد به بعد هذا الكمال التمام، وهو الحسم، وهو حسم الأمر والتكليف الذي تم بالثلاثين وتم بالعشر وتم بهذا المقدار، ليدل على تمام الحدث وتمام الحسم لهذا الحدث، ولا تعارض بين هذه الآية وبين ما ذهبت إليه من قراءة لا أدعي أنها القول الفصل لهذا النص، فالقرآن حمال وجوه، ومن قراءاتي التدبرية فيه أنني وجدت أن كمل وكامل يختص بالعدد بمصداق آيات لهذه الآية الكريمة. شكري وامتناني لكم. شكرا لكم. العفو سماحة الشيخ، السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن دائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، اللهم آمين رب العالمين. شيخنا الأجل الآن بالنسبة لمداخلتي مع الشيخ حسام الله يحفظه، أخونا وعزيزنا الأستاذ الفاضل شيخنا الأجل، حقيقة هاي المقولة لا تخسروا على أولادكم على أدابكم فإنهم خلقوا للزمان غير زمانكم، حقيقة أصبحت كمنتكأ أن يعني يطلق العنان للأولاد حقيقة يعني، وعندما أتحدثهم أنه الأولاد لابد من التربية باعتبار نحن بتوجيه الدين على العباسية المقدسة، تجينا هواي حالات أنه يتكلم عن الأبناء والتمرد على الأخلاق والأداب، فمن حاجزة يقول هذا الكلام للإمام سلام الله عليه، فأنا شنو مقولتي للشيخ حسام الله حفظه، هل هو يسلم بين هذه المقولة الإمام سلام الله عليه أم سقراط؟ جزاه الله خير جزاء. أحسنتم شيخنا. شكرا لك سماحة الشيخ. لا يمكن القط بأنها لسقراط أو لإفلاطون أو للإمام علي أبدا، لا يمكن القط واليقين لمن تكون هذه المقولة، وبالوقت نفسه أيضا لا يمكن لأحد يدعي أنه هو يعني حقيقة سبب اختيار هذه المقولة، هو الجدل الواسع الحاصل في توجيه هذه المقولة، أو ربما يريدون كما بينت أن تكون ركنا أو ملجأ لهم في التفصي عن الالتزام بالأخلاق والقيم التربوية، ولكن مع هذا التوجيه بهذه المعاني المحتملة باختلاف الألفاظ قلت النتيجة لا، لا يمكن، ليس لها دلالة على نسبية المواقف الأخلاقية تبعا للتغيرات الزمانية والتغيرات المكانية، إنما التغير للأعراف والتقاليد، وواضح في الحكاية مثلا أنا من أعراف سابقة والتقاليد السابقة ركوب الخيل والاهتمام بالخيل، الآن يقول له لا تجبره على أن يركب الخيل ويحتاج الآن السيارة ما يحتاج خيل، فهذا شيء، والتمسك بالقيم التربوية الأخلاقية شيء آخر. شكرا لكم. شكرا لكم سماحة الشيخ. جزاكم الله خير. عذرا سادتي الكرام، المداخلة الأخيرة لأن الوقت قد داهمنا للأخت الفاضلة، فلتتفضل. لا مو أسبق. بسم الله الرحمن الرحيم. عذرا، السؤال تقريبا مشابه إلى سؤال الشيخ اللي سبقني حول مدى نسبة هذه المقولة إلى الإمام علي. الباحث الأستاذ دكتور أسامة يمكن بالبحث استغرق في قضية نسبتها إلى الإمام علي، فالبحث لربما يحتاج إلى تدقيق في مدى نسبتها إلى سقراط أو إلى أفلاطون، حتى بالنتيجة
يفترض أن نسقط اثنين وتثبت على واحد، أو تكون متناقلة من يعني من راوي إلى آخر أو من شخص إلى آخر. بالنسبة إلى قضية الأخلاق، في الأخير الدكتور أسامة يقول بأن حسام يقول بأن الأخلاق يعني الإسلام أعطى للفرد أو للطفل أو للإنسان حرية واستقلالية، يعني انطى كيانه وانطى شخصيته، لكن هذا لا يعني بأن القيم والمبادئ الأخلاقية تتغير. يعني يفترض القيم والمبادئ هي ثابتة، ولكن وسائل التربية هي اللي تتغير. يعني وسائل التربية الحديثة تختلف عن الوسائل المستخدمة في السابق. يعني يا ريت يوضح لنا الدكتور حول قضية نسبية الأخلاق أو ثباتها، على اعتبار أن هذه الأخلاق مستمدة من مصدر إلهي، مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي، فيفترض أن تكون يعني ثابتة غير متغيرة. اللي يتغير لربما الوسائل. شكرا لك أختنا الفاضلة، وصلت الفكرة دقيقة واحدة. نعم. في الحقيقة لأي باحث يمكن أن يتحرى عن مصدر هذه المقولة لا يمكن أن يجد إلا أقدم المصادر هو ابن هندو القمي المتوفى 420 للهجرة، ونسبها إلى أفلاطون، ومن بعده ابن فاتك نسبها أيضا لأفلاطون وبلفظ آخر لا تقصروا. فلا نستطيع أن نقطع ونجزم، لأن الكتب والمصنفات القديمة لا يذكر ابن هندو ولا يذكر ابن فاتك، لا يذكرون من أين أخذوا هذه الحكمة اليونانية، لا يذكر مصدرها، خصوصا كما معلوم عند أهل الفلسفة سقراط لم يكتب كتاب أبدا، وأنما حكم سقراط وتعاليمه توجد عند كتابات أفلاطون، ربما هذا الذي سبب الالتباس يعني. بلي ولم أذكر ولا أحد يستطيع أن يذكر جزما بنسبتها لأمير المؤمنين. هو نفسه صاحب شرح نهج البلاغة يقول، لكنه جعلنا في علم إجمالي يقول، لأنه لم يحدد، قال هذه بعضها مشهور عنه، بعضها ليس بذلك المشهور، بعضها حكم غيره، لم يحدد، فلا نستطيع تحديدها. أما في قضية نعم مع الأخلاق، وبس فقط تفضلتم أن الأخلاق نحن بعقيدتنا الإمامية أن الأصول الأخلاقية العامة يدركها العقل العملي، قضية التحسين والتقبيح، فيدركها العقل العملي، فالعقل البشري قادر على إدراك تلك الحقائق الأخلاقية، لها واقع خارجي، والعقل يستطيع أن يستكشفها قبل ورود النص الشرعي. تلك الأمور الأخلاقية. بلي شكرا لكم، جزاكم الله خير. ختامها مسك، فليتفضل أستاذنا الدكتور. تفضل أستاذنا العزيز، تفضل دكتور. عفوا، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور سامي الماضي من الجامعة المستنصرية، أهلا وسهلا. الحقيقة أثارت الإضاءات التي ذكرها الأخ الزميل الدكتور عبد الفتاح إضاءة أخرى أود الإشارة إليها، أن هذه الظاهرة لو قد تسمى ظاهرة الانعقاد في النحو العربي، وأول من أشار إليها هو الرماني في كتابه لشرح سيبويه في باب الشرط، فهذه الإضاءة التفت إليها هذا الرجل المعتزلي لكي يربط بين اللفظ وبين المعنى الذي يتحقق عبر ذلك التركيب، فأحيانا تكون الأداة عاملة وأخرى تكون غير عاملة، وعندما تنعقد يصبح لها عمل مرتبط. شكرا جزيلا. أحسنتم. يمكن المناقشة في وقت الضيافة لتحلو المناقشة. سادة الكرام، الآن حان وقت أن نكون في خدمتكم لتقديم الضيافة، فمن شاء منكم أن يبقى في القاعة لنخدمه، ومن شاء منكم أن يكون في القاعة المخصصة للضيافة، نحن في خدمتكم في ما تأمرون به. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا. ومدة الضيافة لخمس دقائق فقط، لأن هناك جلسة علمية وأذان الظهر يحكمنا جميعا. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.